الفنانة التشكيلية نوال بلوشي التي قسمت حياتها بين العمل والرسم، ليقدم الدروس اليومية لعشرات الأطفال في نادي الإمارات العلمي، وتنقل لهم تقنيات التعامل مع الألوان وتدرجاتها والطرق الصحيحة في الرسم، اعتمادا طبعا على قلم الرصاص ومزج الألوان. أنا موظفة استثنائية في المؤسسة، أطبق معايير الشيخ محمد بن راشد اللي هو الإبداع والابتكار، أطبق معايير الشيخ في يومياتي كعملي، وأطبقها كفنانة تشكيلية خارج المؤسسة بتطبيق المعايير وتمثيل دولة الإمارات والسمعة المؤسسية. لما اشتغلت في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف كان في فرق، فطبعا دخلت على المدير التنفيذي عطاني سبورت قوي أني أطبق المعايير كمبدعة. دوري أنا كعضوة في فريق الإبداع والابتكار اللي هي تطبيق معايير الإبداع على مستوى المؤسسة وعلى الصعيد الشخصي. على الصعيد الشخصي نلت في جائزة التميز الداخلي المركز الأول كموظف مبدع، بناء عليه طبقت معايير الإبداع على مستوى شخصي وعلى مستوى السمعة المؤسسية والنطاق العالمي. من الجوائز اللي حصلت عليها النطاق الدولي اللي هي الأوسكار على لوحة الفرس. لوحة الفرس حاصلة على أوسكار في القاهرة، وبناء عليه تم اختياره كأفضل لوحة وتم تكريمي بالأوسكار، وبالإضافة اللوحة هاي حصلت على جائزة سيدة الإماراتية 2016. بعدها شهادة تميز على لوحة مغفور الشيخ زايد بن سلطان نهيان، وبعدها الفترة الأخيرة حصلت أوسكار ثاني على لوحة المرأة الإماراتية. تم اختيار اللوحة هاي بناء على وصف ملامح المرأة الإماراتية، وصف البيئة الإماراتية، وصف احتشام المرأة الإماراتية، تقنية الكولاج استخدمتها بالقطن، القطعة اللي نحن نلبسها ونحن مشهورين في الوطن العربي التلي، القطعة مشهورة بالتلي، وأيضا الشيلة وعباية الرأس. وبعدها حصلت على درع الإبداع من مهرجان شرم الشيخ للإبداع. في لوحة عملتها لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اللي هو الحفر على الزنك. ميزة الحفر على الزنك أن نقدر نطلع كذا لوحة. النسخة الأولى اللي طلعتها النسخة موجودة فقط لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. مثلاً إذا حابين نعطيها إهداءات للجهات الخارجية للضيوف بتكون النسخة الثانية والثالثة والرابعة إلين الألف. فلكل نسخة في رقم. النسخة الأولى موجودة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. الفن رسالة، الرسالة نحن نقدمها بشتى الطرق، مش بس بعرض لوحة. أنا عرضت لوحة بكون يعني بكون حالي حال الفنانين الباقين، بكون تقليدية، فغيرت نمطي كفنانة تشكيلية.